بقالنا يعني حوالي بقالنا واقفين بقالنا حوالي 15 يوم. يوم 21 ان شاء الله عندنا ماتش مهم جدا مع سبورتنج في الكوارتر فاينال دوري المرتبط، بنستعد له من فتره. الجيم دوت الجيم ده اول مره في تاريخ الباسكتبول سيدات اللي تقابل اهلي وسبورتنج في دور الثمانيه ان شاء الله. فعاملين زي معسكر كده ان شاء الله، بنتمرن الصبح وبعد الدور بقالنا فتره عشان الجيم ده باذن الله. كنت اتمنى ان احنا نكمل على طول، بس هو المشكله اللي كان فيه ارتباطات منتخبات 16 سنه ومنتخب 3 على 3، فعشان كده التوقف يعني كان فيه توقف. فانا كنت اتمنى ان نمشي على طول، اللي احنا كنا ماشيين كويس يعني. يعتبر فتره اداء جديده خالص، حطينا بروجرام جديد، بدانا نشتغل فاندمنتالز على شاكيله، على برضو كان في ناس عندها اصابات بترجع ستيب باي ستيب. فربنا يكرم ان شاء الله يبقى كله جاهز قبل يوم 21 باذن الله بنسبه كبيره. هيبقى اول اختبار ان شاء الله ماتش سبورتنج ده. قطاع ناشئين، انا دلوقتي معايا اربعه متثبتين، معايا ايه الفقي متثبته معايا في الدرجه الاولى، معايا حبيبه محمد، ومعايا ملك هشام، ومعايا سلمى موفق. الاربعه دول من فرقه 18 سنه بروميسنج من الدرجه الاولى، وان شاء الله يبقى ليهم دور باذن الله جيم سبورتنج باذن الله. لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس ان شاء الله باذن الله. زي ما قلت حضرتك، الجيم بتاع سبورتنج ده هيحدد حاجات جديده، احنا ماشيين ستيب باي ستيب. ان شاء الله ربنا يكتب لنا باذن الله. احنا عندنا التارجت عايزين الاربع ماتشات، هناخد اثنين صغيرين باذن الله اثنين صغيرين واثنين كبار، وبعد كده باذن الله هنشوف مين اللي طالع من المجموعه اللي هناك. اعتقد هيبقى سموحه يعني. اي حد في النادي الاهلي بيبقى بالنسبه له التحديات كبيره، واحنا ما كل بطوله هنخش فيها ان شاء الله باذن الله هنحارب اللي احنا نكسبها باذن الله. المنتخب احنا لسه راجعين من تونس، كان في بروتوكول بين وزاره الشباب والرياضه التونسيه ووزاره الشباب والرياضه المصريه، عملنا 3 ماتشات هناك، دخلنا بعض العناصر الجديده ما كانوش معايا في افريقيا. بنشوف بعض العناصر الجديده، وده بيبقى في فتره اعداد لكاس العالم ان شاء الله. معايا اربع لعيبه من النادي الاهلي موجودين. الباب مفتوح لاي حد من سموحه، من جزيره، من اليوبلس، من صيد، من اي حاجه. الباب مفتوح لقدام لعيبه المنتخب كلهم. احنا بننزل نشوف دوري المرتبط، وبنتابع بطوله الجمهوريه لما هتبدا ان شاء الله، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه باذن الله في كاس العالم ان شاء الله. السنه دي الدوري صعب جدا، انا بقول الكلام ده من اول الموسم، ان السنه دي كله دعم الاجانب، من كل الفرق جابت اجانب، والاجانب على مستوى عالي السنه دي. فاي حد يكسب اي حد السنه دي مش مضمونه يعني. الاول كان بتبقى عارف الدنيا رايحه فين، اهلي، سبورتنج، ممكن جزيره يخش شويه. السنه دي صعب تتكهن باي حاجه يعني، بطولات صعبة، الدوري والكاس، وحتى المنطقة الجزيرة جايب أجنبية كويسة، عملوا إضافات. فإحنا مستعدين لكل الكلام ده، والنادي الأهلي إحنا بنعرف نتعامل مع الكلام ده يعني. بنحب نلعب في كومبيتيشن. أنا عندي في النادي الأهلي 3/4 الفرقة ممكن يجي لها أي حاجة بره يعني. سوريا ما يجي لها حاجة بره، ممكن هالة يجي لها حاجة بره، منار، دينا عمرو، نور علي طلعت، مش عايز انسى حد يعني، بس مؤهلين يعني، كلهم لعبوا، اقل واحده لعبت 3 افريقيا وكاس عالم.